وهي أخذتي الموافقة من حماتك كمان، هلأ صار فيكي تروحي على بيت باريش بيك فورا. معقول روح لعنده هيك فجأة؟ شو هالجنان والحكي صادقة؟ إيه بس هو تعبان يعني، وإنتي مشغول بالك عليه، يعني بتروحي وبتقولي له إنه جاية تاخدي رأيه مشان حفلة بكرة. وقل له نختار المحارم سوا ما؟ وليه لا يعني؟ شوفي هالحفلة هي مهمة كتير بالنسبة للشركة. أساساً فيني اتحجج بكلمة الافتتاح اللي رح نقولها؟ استني لشوف إذا رح يدع على تليفونه. يعني أحسن إذا بتروحي لهنيك بدون ما تخبري، حتى هيك بتقدري تشوفي إذا في حدا ببيته. صديقة بتعرفي أحياناً بحسك مثل الحية. لا تعملي هالحركات، أشعرتي لي بدني صديقة. هلأ قبل كل شي رح نروح على البيت لتلبسي شي حلو، بعدين بتتمشي جنب المسبح بتيابك الحلوين. المسبح؟ إيه وأنتي عم تتمشي جنب المسبح فجأة بتوقعي بالمي، بعدين بيجي السيد باريش فورا بينقذك من المسبح بعضلاته. لازم اكون ما اعرف اسبح مو؟ البنات الاذكياء بيعرفوا اي شيء. صادقة 100 مرة قلت لك لا تحكي هذا الحكي البلدي، شو صار لك؟ شوفي انا بنت كلاس. يلا نروح على البيت لالبس. ايه تمام. شو بدي البس يا الله؟ هاد بلال جنني، جنني على الاخر. شوفي رجع قلبي يتسرع، رجع يدق. يا ربي قلبي قلبي شو صار له؟ لازم أعمل شيء قبل ما يوقف قلبي على الآخر. قلبك ما رح يوقف يا مدام، لو سمحتي اهدي شوي لا تخافي. ليمونادا بحبها كتير. شو بدي أعمل؟ شو عم بيصير أصلي؟ مطهون. لازم تتصرف هيك باريش بيك، وساق فيني بس. مع انه بعرف انه ما بتوثق فيني ابدا. انت شايفه هلا وقت هالحكي؟ ليك المره رح تموت. ما بتموت باريش بيك، اذا نحن كمان خفنا بتفكر عن جد رح تموت، بس اذا تصرفنا عادي رح تقول لك انا ما رح موت. نفس اسلوب الاخت ايتان. ايه بالضبط، كل الحاره تعلمت هالشي منا. ارتحت شوي. يعني منتصرف هلا كانه ما في شيء ابدا ولا شو؟ طبعا حتى فينا نضحك. لازم نجاملها لتحس انه كل شيء طبيعي. فيني اقول لك شيء اصلي؟ بلال قاسي كتير كتير، هو مثل التور، بس لما بيحب بيحب عن جد. عم يترجاني بيقلي ما عم شوفها لهديك المرة أبدا. أنا شبهت السيد بلال بالأخ كاظم يلي عنا بالحارة. لا أخي كاظم كان عنده عشيقة كمان، ولما عرفت الخالة إيتان فورا رفعت قضية طلاق. وقتها بتشوفي هذا يلي مثل الجبل كله داب وراح، صار كتير يترجاها وكتير يلحقها. وقتها الخالة إيتان سامحته. وشو صار بعدين؟ هو وفى بوعده؟ صار زلمة يعني؟ لا لا، جاب حبيبته على البيت وعاشوا سوا كلهم هلا. لا ايه لا لا لا، بلال ما رح يتغير. عكل حال رح ارجع على شغلي. شو يعني بدك تروحي؟ لوين؟ عالشغل يعني، عندك شغل مو هيك؟ لا تروحي بلا ما تروحي هلا، ما بيصير. شو نعمل؟ شغل العداد. ايه فيك تضلي معي كل اليوم. كل اليوم؟ ايه معقول هالشي مدام نيسان؟ معقول ليش لا؟ ما بصير؟ ايه بصير. سيد باريش بصير ولا لا؟ مدام نيسان اصلي ادرى بهالقصة، انا ما فيني احكي شي. اهلي ما بيقبلوا بهالشي ابدا. رجع قلبي دق هلا، شو رح يصير؟ بدي نطع المي بلكي بتحسن شوي. مدام نيسان النوبة القلبية مو هيك، وثقي فيني. بوثق فيكي. أنا منيحة؟ منيحة، حتى كتير منيحة. منيح منيح، شو رح نعمل؟ خلص روحي يا روحي، أنا منيحة 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 منيحة.
منيحة. أوف. حاولي اليوم بس. احكي عن راحتك. هاي أصلي عم تدق لي. ألو، إيه أختي الحلوة؟ أخي؟ بتعرف الخالة إيتان مو هيك؟ إيه. مو كانت مريضة كتير؟ إيه صح صح صح، نوبة هلا عندها. صح، وهلا في موكلة بالشركة يلي بشتغل فيها صار معها نفس الشي اليوم، وأنا خليت المرأة تهدى لهيك صارت تقلي لا تروحي وخليكي معي هون. شو يعني هلا؟ أنت دكتورة للمرأة شي؟ تعالي بقى. تتذكر شو كان يصير بالخالة إيتان؟ إيه، كانت تخلي كل الحارة تفيق. إيه، وهي هيك كمان. أخي فيك تحكي مع أمي وتخبرها أنت، إذا بحكيها أنا ما رح تقبل أبداً. بلا هالجنان أختي، أنتو مو شركة قانونية؟ شو حولتوا لإسعاف؟ بما أنه هيك رح أبعتلكن أخي جواد يلي صار معه نزيف معدة، انتبهولة وعاجولة كان. إيه خلص أخي، خدمني هالخدمة لو سمحت. يلا. طيب أختي الحلوة، تمام تمام، هذا هو أخي الأسد. يلا يا روح انتبه لحالك. باي باي. يا ربي كيف بدي كذب على أمي هلا؟ شو رح قلا؟ لما تطلع على وشي فوراً بتعرف إنه عم كذب. لازم دور على حدا يقدر يقنع أمي. لقيت الفكرة اللي رح تخلي هالكافيه يصير كله زباين أخي ميتن. باربو؟ أخي ميتن؟ خلص هالمرة رح تزبط معنا. باربو؟ لا، ما رح تزبط باربو. خبرته لأخي بفكرتك صح؟ أرزو؟ أخي؟ شفت الفكرة شو حلوة؟ بصير 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 أرزو، بصير. يا ربي دخيلك، في شي مو مفهوم بس ما بعرف شو هو يا ترى. بصير. باريش بيك قال لي إنه الشاي الأخضر بلاقي هون صح؟ بس ما أنه هون. أوف يا ربي. أي يا ملاك؟ قلي لي ليش تركت الشغل هون بسرعة؟ باريش شخص كتير منيح وصادق. ايه هو منيح، بس يلي حواليه سيئين. اختلفت أنا وشريكته. قصدك إلايدا طبعاً. أنا كمان ما حبيتها. شو عملت لك؟ مفاجأة. شو جابك؟ مرحبا حياتي. بعرف إنه أجيت لعندك فجأة، بس حبيبي أنا انشغل بالي عليك، وبتعرف إنه عنا حفلة بكرة، ولأنه بعرف ما بتحب تشتغل بوقت فراغك قلت بيجي لهون لعندك. بالآخر نحن الاثنين منحب شغلنا مو هيك؟ إيه، بعرف إنك ما بتحب المفاجآت، لهالسبب موافقة شو ما كان عقابي. منيح إجيتي، عندي مشكلة ولازم تنحل فوراً. عن جد عم تحكي؟ بخصوص شو هالمشكلة؟ بس اوعى تقلي بخصوص الشغل، قلي شي تاني، يعني الشي هيك يفاجئني. مفاجأة. باريش بيك ما لقيت الشاي. وفجأة وقع الموكل ببهو المحكمة واغمى عليه وما بقى حس على شي، واخدوه على المشفى. واصلي راحت اخدت هاي المرة وراحت على الاسعاف، وقال لها الدكتور ما ضل غير شوي بعمرها
يا رح تعيش للصبح أو ما رح تعيش. وطبعاً هالمرة ما لها أي حدا أبداً. رجعت لوعيها شوي، شافتها لأصلي، قالت أصلي أنتي بنتي كتير كتير طيبة. قالت لها جبتيني على المشفى لحالك، وقالت لها برافو عليها أمك يلي ربت هيك ترباية محترمة. وهيك يا ربي هي شو عم تساوي هون؟ باري شوفي. مدام نيسان؟ آنسي إلايدا؟ شفتك هون مفاجأة كبيرة. الحقيقة بالعكس، أنت اللي فاجأتيني وكتير كمان. بلال عم يزعجها للمدام نيسان، وأصلي كان في مشكلة عليها بالسجن. كيف؟ على كل حال هن رح يضلوا هون الليلة. استنى، يعني هلأ رجعت لهي على الشغل؟ لا، رجعت للتاكسي. ارتاحي. كتير منيح. أوف، منيح كتير. اجيت لحتى فاجأك، بس أنا اللي تفاجأت هون. أوه. هي أهم موكلة بالشركة كلها، وهي هلا يمكن تضل عايشة بس لأنه أصلي ساعدتها وأنقذتها فورا. قالت لها ضلي معي اليوم لو سمحتي. طبعا تعرفوها لأختي، عندها ضمير. قالت لها رح ضل معك اليوم. وهيك عادي تضل يا روحي، يعني بما أنه كنتي عم تقولي أنه هي مهمة، هي مو شي مهم. مفكر بنتي رح تطلب إذن منك يا صاحب الحلق؟ وانت طبعا كونك اخوها لا تحكي شي. تمام ميتن، ضل عم تطلع ابني، ضل عم تطلع لا تحكي شي. بس امي انت بتعرفيني لو حكتني ما بسمح لها بهالشي، يعني انا معقول اقبل ارزو؟ ما رح تسمح لها اخي. شفتي معقول اسمح لها اخي باربو؟ لا اخي مستحيل تسمح لها. ها شفتي، تفضلي عم تاخد اذن منك لانه انا ما بسمح لها ابدا اساسا يعني. اش بنتي بدها تقضي يوم كامل برات البيت لأول مرة بحياتها، رح ينشغل بالي عليها كتير. رح نحكي معها مو هيك؟ ايه بنحكي امي، حتى اذا نسيتي انت انا بحاكيها. لا انا ما بنسى هيك شي. بأي مشفى هي يا بنتي؟ شيشك ضليت لحالة بالحديقة، لا روح شوفها. استني استني انا بشوفها، انت خليكي. لا اخي ما في داعي تتعذب ابدا، خليك هون انت جنب ماما. بأنه مشفى هي ميتن؟ يا ربي هي أكيد بوحدة من المشافي اللي ما بيفوت عليها غير الناس الأغنية كتير. أمي عن جد يا روحي، أخي تخيل هنن عم بياخدوا 20,000 ليرة بهدول المشافي بس مشان عملية زايدة مو أكتر. ايه مزبوط، بياخدوا 20,000 ليرة بهدول المشافي مشان عملية الزايدة. ايه صح، في واحد راح بحق العملية رحلة على إيطاليا وفتلوها كلها من مكان لمكان بس ب20,000 ليرة. تخيل. ايه عن جد هيك عم بيصير. خلاص سكر على الموضوع بقى. بعدين ليش شاغل بالك بالمشفى كتير؟ شو بهمك الحكي؟ هيك طبيعي، هيك طبيعي يا أخي. شو بعمل؟ اف عنا كتير شغل ولساتك واقف هون. يلا امشي لشوف، امشي. مو معقول. طيب. شو بتلعي؟ أنا آسف أخي. يلا لاحقك أخي لاحقك. آخ طلعت أصلي من البيت وأنه تضل بالمشفى مع وحدة ما بتعرفها مضايقني من قلبي ميتن. ضحكت علي وسمحتولا، احكي معها مرة تانية. البنت مرافقة بالمشفى، معقول نضل ندق لك اللي شوي؟ بعدين لا تخافي كونه انا اخوها فعبضل اطمن علي. ارتاحي انت بس. يعطيكم العافية عائلة ايجل ماس كلكم، وحتى باربي. باربو شعرك طالع كتير حلو اختي جول. عن جد طالع حلو؟ عجبك يا بنت؟ طيب واذا ما عجبها بترجعي بتلزقيه يعني؟ شو بدك فيه كتير حلو طالع؟ يا بنت بصري لي فنجاني كمان عم تزبط معك. سكتي شوي بس عم شوف فنجاني هلأ. ليكي أمي أنا شايفة في مكان زحمة كتير. أكيد صالون العرس.
ايه كيف صرتي هلا احسن مو هيك؟ روقتي اعصابك وهديتي شوي؟ بتكوني رحتي على الدكتور ما هيك؟ يعني مشانك، لانه قالوا لي بتضربي زباينك اللي بيطلعوا معك بالتاكسي. انسى إلايدا، انا بعرف منيح كيف اتصرف ووين اتصرف كمان، لا تاكلي هم. عن جد بتعرفي تتصرفي؟ قلعتيني من السيارة لأني طلبت منك فنجان قهوة بس. لأنك طلبتي فنجان قهوة؟ إيه. انت عن جد قلعتيها لإلايدا من السيارة؟ آه، شكلها ما خبرتك شو صار. أساساً لو قالت لك كنت ما فوتت على البيت. فهمت هلأ حبيبي ليش استغربت لهالدرجة لما شفتها عندك؟ أصلي هذا اللي صار؟ تعالي معي شوي بس. انت كيف بتعملي مع هيك شيء وكل هاد لانه طلبت منك قهوه بس؟ ما طلبت قهوه، ما تواخذني، بس شريكتك كذابه وقحه كثير كمان. اصلي اساسا ضليت هون لانه وعدت المدام نيسان. غريب، يعني ترك الناس بنص الطريق مو من طبعك بالعاده؟ انت بتحبي تزعج الناس اللي بيطلعوا معك بالتاكسي ولا شو؟ شو علاقه هالشي؟ يعني مثل دعوة ششك تركتيها بالنص. رح ارجع عدلك، شو علاقه هالشي؟ ليكي اصلي، اذا بتعتذري من إلايدا وبتحلي هالمشكله وقتها بترجعي لعندي. قال لعندي؟ ما قال لشغلك؟ آه، لا تطلع هيك، انتي لا تطلعي. فكري منيح، ما رح أعطيكي فرصة تانية. ألو، ما يشبهك؟ يا رح أنكسر قدامها أو رح أخسرك مو هيك؟ بس هذا ظلم. شوف أخي، مو هذا الكفي؟ ايه طبعا، هي اللوحة قلنا للكافيه. شوف هي البنت يلي مبينة هون شعرها اشقر مكزبر عم ترقص من الفرحة مو هيك اخي؟ شايفة؟ صح، شفتها هون صح. ايه في ارقام هون كمان، اطلعي شوي. هذا رقمك الوطني. بعد بدك هوية مشان تكتب كتابك يا بنت، كأنه طلع عرسك في فنجانك. ما خلاص يا بكفي بقى، اعطيني الي، هات لشوف، هات خليني اشوف الارقام. ها هاي الارقام مو مبينه هون. هدول ارقام الزباين، يعني عدد الزباين اللي رح يجوا لعنا على الكافيه. شوفي كيف الكافيه معبى، مو واسع حدا ابدا، الناس عم تطلع لبرا. هدول جايين يتضيفوا حلو، مثل ما بتعرفوا قرايبيننا كتار، وممكن كمان قرايبين حفص كتار. اعطوني يا مين قالكم تطلعوا على فنجاني؟ هي الأرقام، أرقام باب الكافيه، مو صالة العرس أمي. أرزو؟ معقول تكون سهرة الحنة هاي؟ شو؟ كرمال الله شبهها هاي، فيكن تطعموها لبنة أو اعملوا لها أي شيء، شكلها أكلت شيء أكلة وضرتها وتسممت منها. شو عم تحكي هاي هلأ؟ شو قلنا ساعة عم نحكي نحنا؟ بس أنا عم أحكي بنفس الفكرة. تخيل معي سهرة الحنة بالكافيه. أي برافو يا بنت، حكيك صحيح، فينا نعمل سهرة الحنة هون بالكافيه. مثل ما قلت لكم، كيف رح نعبي هالمكان غير بهالطريقة يا أولاد؟ والحمد لله بنتي أصلي لقت شغل بمكتب محاماة مهم، حتى لو إنها عم تتعب. شبك؟ شو صار لك يا بنت؟ عمالك ما بيصير لشي، عادي طمني. تعالوا أنتوا الاثنين معي على الحديقة لنحكي شوي، يلا. كيف صرتي بنتي؟ أنا منيحة خالتي نيشا. إذا بدك تحكي معي شي لا توقفي بوش الشمس. نيناتنا منعرف إنه القصة مو فنجان قهوة. السائقين الخاصين بيشتغلوا خدم كمان. أحسن لك ترجعي تشتغلي سائقة تاكسي. شو علاقة هالشي هلأ؟ أنتي لمحتي على شغلات كتير بشعة.
قلتي انه عم ضل عند السيد باريش بالليل. اه انت شكلك فهمتيني غلط. مع العلم انت عم تضلي هون، عن جد مو معقوله، كانه انت بحكك جلدك الفتره مو. طلعي فيني انسى إلايدا. اصلي اصلي لا، تعالي تعالي اصلي، ما بصير تتخانقي مع اللي مثل هي، رح تحاولي تضلي هاديه، رح تبتسمي حتى وانت عم تحكي عن أسوأ شغلات. كيف يعني؟ شوفي كيف، راقبيني. أنسي إلايدا؟ آه مدام نيسان لا تواخذيني، لأنه كل هالشغلات البسعة صارت قدامك. حبيبتي عادي مو مهم، بس أنا ما فهمت قصة ليش اجيتي لهون بدون ما تحكي فجأة يعني. اجيت مشان اشتغل على دعوة طلاقك مدام نيسان، لأنه حضرتك تزوجتي شخص سيء كتير، ونحن عم نتعب كتير لتطلقي منه. يا الله وين كان عقلك وقت تزوجتي؟ أنا تزوجت بسبب الحب، ولهيك بحياتي ما ركضت ورا زلمة مثلا، ولا مرة داهمت بيت حدا. أنا مثلا كوني مرة مستقلة مو مضطرة أتحمل أي زلمة، مثلا فضل إني موت أحسن ما أصير ست بيت. وأنا لهالسبب هاد كمان ولدت ابني وأنا عم بشتغل دكتورة، اهتمت بابني وبمهنتي، اهتمت باثنين. رح رح أنا لكان، على كل حال أنا مع باريش دائما، بس أنت بكرة آخر يوم إلك، برأيي عدو حكو شوي. باريش أنا رايحة. حكيت أصلي معك؟ حكيت معي، ما بينحكى مع هالبنت بنوب، كانت رح تهجم علي مرة تانية. المهم إذا كانت بدها ترجع عالشغل معك أوعك تقبلها أبدا، هالبنت بتقلل مستواك، هي فضيحة لك. ألو ألو أستاذ، معك معك تفضل. أها عم أحكي لأسألك، أصلي رجعت عالشغل؟ لك حاجة أصلي بقى، كنت رح تروح عالنادي، شو صار معك؟ حليت القصة ولا شو؟ تمام خلص، أساساً أنا وصلت عبيت الخالة جاهدة ورح خبرهم عن الوضع. تمام بس يا ريت تسيطر على هاكان. على الأقل أنت لا تحكي هيك، ريح حالك، القصة عندي. منشوف، الله معك. أنت لازم تحاربي الطباع من ورا، تمام أصلي؟ ايه تمام، بس ما فيني اعمل هيك، ما فيني اضحك بوشها، ما فيني. طيب قولي لي لشوف، رح ترجع على شغلك؟ لا السيد باريش بده اعتذر منه. لا وانت بدك تعتذري منه؟ ما بيعرف شي، بس مع هيك هو لازم يوثق فيني ويعرف انه مستحيل اتصرف هيك بدون ما يكون في سبب. اللي انا مين كنت بالماضي؟ ها؟ نعم اخي. شو كانوا يقولوا لي من قبل؟ كنت ميتن المتهور هيك بيقولوا أخي. صح، ليش هيك بيلقبوني؟ لأنك كنت قوي كتير يا أخي، كنت قبضاي الحارة كلها، يعني لما كنا أولاد كنت أنت مثالنا الأعلى. كانوا يقولوا لك متهور لأنك بتعطي كل شي بإيدك للناس المناح والسيئين وما كنت تفرق بيناتهم. وشو صار بعدين؟ ها؟ شو صار أخي؟ أنا وقعت بالحب، ميتن هذا الشخص المتهور اللي كان كل الناس بتسمع كلامه ما قدر يجبر قلبه انه يسمع كلامه، انه تحب شخص هي اكبر رجولة ابني، مو كل الناس بتتجرأ على هالشي. لنجي هلأ لموضوعك انت، شوف انت كمان هلأ تعتبر متهور شوي. شكرا من لطفك اخي. انت واحد فاشل ومتشائم كمان وحتى غبي كتير وحاطت حلق فوقه. تمك عم ينقط عسل أخي. بس أنت وقعت بالحب وفوق هاد كله يا ابني وقعت بحب أختي. أخي أخي ميتن شوف، لازم تعرف أنه لهالسبب هذا بس أنا عم بحاول ساعدك بموضوع الكافيه. أنت شخص قادر يضحي بكل شيء ويعمل أي شيء كمان كرمالة لأختي، يعني كلب الصيد كلبنا، بس الصيد مو صيدنا، شغل عالك بقى حلا. عم فهمك اني واقف معكم اخي ميتن.
شكراً أخي ميتن. شوف أخي، كونه أنت ورانا ومعنا، أنا بوعدك وبحلف لك أنه ما رح سود وشك. عن قريب كتير رح فاجأك بفكرة كتير حلوة ورح تفيدنا كمان. طبعاً أخي، في فكرة كتير حلوة مشان هالموضوع عند باربو. يخلينا ياك أخي. كيف بدي روح قل له أنه هي قالت عم قدم له خدمة خاصة بالليل؟ آه، ما فيكي تحكي. كيف بدي خبر السيد باريش هالحكي؟ بخجل كتير. سيد باريش؟ ما قدرت قلك. طيب بس رح أسألك سؤال، شو رح ناكل؟ أكل صيني ولا بيتزا؟ شو؟ اطلب اللي بدك يا وأنا رح أدفع. لا لا، أنا بدفع، أنتو ضيوفي اليوم. شفتي؟ اختاروا يلا. بعتذر لأني ما وثقت فيكي. شو اخترتي؟ رح روح أنا وهاكان سوا على النادي، منتسلى شوي هنيك. آه والله؟ مو غلط، انبسطت كتير والله يا تيو، تعال لضمك شوي. شكراً أخي، شكراً أخي، شكراً حبيبي. تمام هاكان يلا. يعني تيو، أنت هلأ مثل ابني هاكان بالضبط، بالنسبة لي أنا بعتبرك مثله بالضبط. لا خالتي، مو رايحين نسهر هنيك، رايحين نلاقي البنت اللي عملت الحادث. ممنوع يروح لمكان. هاكان معاقب، ممنوع يروح على النادي، حتى ممنوع يختي أي خطوة برات البيت. مثل ما بدك خالي، بس والله ما عنا حل تاني غير هاد، لازم نحل موضوع الحادث بأسرع وقت ونسكر هالقصة. يعني بدك يا يروح على النادي ويعمل لنا شي مصيبة تانية أكبر؟ لا، وأساساً باريش ما رح يقبل. لا والله معقول يعني؟ باريش بيك ما عنده مشكلة بشي، الله يسامحك، ما بتوثقي فيني يعني؟ إيه صح أختي، يعني معقول أنت ما بتوثقي بإيد باريش اليمين؟ سيد باريش، فتحت لي غرفة كأني ضيفتك، ما كان في داعي تتعذب هيك. أنسي أصلي أنت ضيفتي، مانك شوفيرة اليوم، ارتاحي. أول مرة بنام بمكان غير بيتنا، والله ما بعرف كيف رح ارتاح هون، ما بعرف. مو نايمة عند رفقاتك أبداً؟ بلا، عند جول، بس ما منحسبها، رفيقتي من زمان، حتى بيتها ورا بيتي. ومخيم المدرسة مثلاً؟ مخيم؟ لا، يعني حتى موافقت ماما أنه ضلني هون اليوم كان معجزة. وطبعاً مرض الأنسة نيسان هو السبب الأساسي. بصراحة كان ممكن تضلي بالسجن، هيك حسبيها. وهي إجا الأكل. أنا عندي موعد دواء، رح أخذ أغراضي وبدي أطلع غرفتي. مو بكير لسه؟ النوبات عم تتعبني كتير أصلي، صحتين وعافية، تصبحوا على خير. وأنت بخير.
خليني أعلمك. تليفونك عم يرن، هي امك. الو ماما، كنت عم باكل اكل صيني كله عيدان ومدري كيف. كيف يعني اكل صيني؟ يهلت كنت خربطت الخطوط. الو اصلي بنتي. لا ماما، هي انا. بنتي انت منيحه؟ كيف المريضه؟ شو طمنيني. المريضه ايه منيحه، اكلت ونامت. بنتي يلي على فراش الموت بده ياكل. ماما المرة ما نعم تموت، بس لما تجي النوبة بتحس إنها رح تموت. طيب منيح، لا تحكي هيك قدامها وكأنه حابة تموت المرة. أمي ما بصير تحكي مع مرافقة بالمشفى كل هالوقت. أختي لا تطالعي صوت بالمشفى، ما بصير. إذا احتجتي شي بتحاكينا، تمام؟ الله يشفيها للمريضة. يلا سلام. تفضلي أمي. أو ليلي أخذت الهاتف من إيدي وسكرتي؟ انتوا اكيد عم تخططوا لشي. ميتن، معقول يعني اصلي تكون تركت الشغل ورجعت للتاكسي؟ معقول كلكم عم تضحكوا علي؟ ماما لو صاير هيك شي كنت قبلت يعني. مزبوط. هي ما بعرف شو حكت، قال عيدان واكل صيني وما فهمت عليها شي ابدا. مو سهلة ماما، وضعهم كتير صعب هلأ. بتعرفي انتي عزرائيل واقف جنبها، اكيد البنت انصدمت. لا سمح الله. أي. تشربوا كاسة شاي؟ ها؟ شو تشربوا شاي؟ أخي ميتن، فينا نشرب شاي مو هيك أخي؟ يلا أرزو، عملي لنا شاي. بس ليكي أختي، يرضى عليكي لا تعملي شاي مخمر من 25 سنة، عملي شاي عادي. مزبوط، أرزو قومي معي ساعديني لكن لنروح نعمل الشاي سوا، أحسن يعني لنصب الشاي. أنا كمان تعبت من القعدة. أنا ما بدي، صار جواتي كله شاي من كتر ما شربت بالكافيه، منعمله ومنخمره ومنرجع منشربه لحالنا. كنت عم قول تيتا مستحيل ضيع هالفرصة من إيدها. ما ضيعتها وعملت لي براسة. خلوني افتح تمي وسمعكم شي كلمة. اش عقلي مشغول بأصلي أساسا. يا ترى ليش قالت لي هيك؟ قال عود وأكل صيني وما فهمت عليها شي والله. خدي بنتي. شو؟ ما فهمت، أصلي ضلت ببيت المدير يعني؟ الله يسامحك، معقول ما أعرف هيك قصة؟ بس يا بنت بقى، رح تسمعك أمي. إيه صح، بس أنا بس تجي رح ورجيها. يا ربي، هي هلأ عم بتقضي أهم ليلة بحياتها كلها وأنا رفيقتها المقربة ما بعتت لي حتى مسج واحد. لا عم بتقضي أهم ليلة بحياتها ولا شي من هاد. قال في زبونة بالشركة عندها نوبة هلأ مثل يلي بتجي لخالة إيتان، رح تنتبه لها وما في ولا أي شي تاني. شو دخلني؟ ومع هيك برأيي هالحادثة هي قنبلة، وبهالحادثة هي لازم الواحد يبعث رسالة ويخبر العالم المقربين منه. أنا بطلت مهمة، بطلت رفيقتها المقربة، أنا متأكدة. شو دخل هالشي فيكي أنتي؟ حتى تيو ما حكى معي. بصراحة أنا ما ارتحت لهالقصة أبداً تيو. بالوقت يلي خايفة نطلع هاكان فيه من البيت، باريش بعته عن نادي. بس أنا هلأ جنبه خالي جاهدة، لا تخافي من شي أنت. أخ يا روحي أخ، هالولد هاد قد عشر هبلان ومجانين، يعني قادر يخرب المكان خلال ثانية. تمام، وأنا ما رح أتركه ولا ثانية وحدة، تمام لا تخافي أنت. أخي تيو، أنت جاهز؟ رح افتح عيوني مثل الرادار هنيك، رح لاقي البنت الوقحة، رح تدفع تمن الحادث يلي عملته وفوقها هربت كمان. يلا ابني ان شاء الله. يلا ديروا بالكن احالكن. يلا تفضلي. يعني حتى قهوتك غريبة، أساساً أكلكم كتير غريب كمان.
والمدام نيسان بدها ياني ضلني معها وراحت نامت لحالها. وجودك بريح، لأنه بتتفقي فوراً مع الناس. صح، إلا كم حدا. لو قلتيلي شو صار ما كنا وصلنا لهون أبداً يا أسد الجبل. لو إنك وثقت فيني. بس أنا شوفيرة المحامي، معك حق. صح، ما بدي تشتغلي على التاكسي. بشتغل على التاكسي من قبل ما أعرفك، مو مشكلة. مو معقول شو عن إيدي، تعرفي هالشي مو؟ أنا ربيت بعالم ما بتعرفه سيد باريش، مجبورة أكون هيك. إذا هيك احكيلي شوي. عن شو؟ قصتك أنت. ما بيعزفوا بطريقة حلوة، لو أنا يلي عم بعزف كنت عملت أحلى جو. هاكام، ما أجينا لهون لنعمل جو حلو، شغل عيونك ولاقيلي البنت. يلا تمام؟ أنت لا تخاف أخي، المراقبة شغلتي هلأ. برافو، يلا لنشوف. تفضلوا، الكولا مالها مفتوحة. شكرا. اسمعني، ما رح تشرب أي شيء غير هي، تمام؟ حتى مي ما رح تشرب، وإذا حدا عطاك شي لا تلمسه بتمك أبداً، ماشي؟ ها كان عم تفهم علي؟ أساساً أنا تربيت من آخر مرة، كل اسطنبول بدون الواحد يشرب شي، بس ما رح أشرب شي ما بعرفه أبداً. إيه برافو. بس أنا ما بدي أرقص معك أبداً يا أستاذ. لك شبك، هزي لك شوي معنا. يلا. هي لوين؟ ليه مكبر القصة؟ أخي استنى أخي. أنا رايق، بس الأخ هون هو اللي شكله مو رايق. أنت شو بدك هلا أولا؟ اللي فهمني شو بدك. شو عم تقول أنت؟ ليه عم تزعج بنات العالم؟ قل لي. ها؟ أنت شو دخلك؟ يلا روح انقلع فورا. ها كان في هيك ناس كتير بهيك أماكن، رح بهدله هلأ ونروح فوراً، تمام أخي؟ حاجة تضايق البنت، انقلع. يلا يلا، لساتو عم يتطلع بالبنت. كلكن على بعض، ماني شايفكن. انقلع ولا تسترجل قدامي. يلا انت منيحة؟ ايه، وكنت تشكره للشاب رغم انه بلا أدب، لانه بسببه عرفت انه رجولة ما ماتت. ايه ولا يهمك، بسيطة. ما شاء الله يا تيو، طبقت البنت بدقيقتين حلال عليك. هاكان، ما تكتر حكي وشغل لي عيونك ودور على البنت، ماشي؟ خلينا نلاقيها. تمام تمام. يلا. أساساً كل شيء كان بحماس كبير، خطوتها الأولى ومرضها الأول وأول مرة بتحكي. آه، تعرف شو أول كلمة قالتها؟ قالت أصلي؟ إيه. ومن وين إجا لقبك سراج الليل؟ من بابا، هو يلي كان ينادي لي سراج الليل، لأنه كنت نور حياته بأصعب الأوقات. لهيك وكان ينادي ششيك نحلة، لأنه كانت تحلي أصعب اللحظات. على فكرة ششيك بنت بتجنن، يعني شفنا الفيديو اللي بعتته، الواحد ما بيقدر ينسى ضحكتها ابدا. لهيك استلمت قضيتها ورح اعمل كل شي بايدي، لانه حابب لاقي للشخص يلي دعسه وعمل الحادث. بعتذر لانه عاندتك لهي الدرجه.
أنا يلي بعتذر لأني ما وثقت فيكي. ما أنا كم دللة ولا شي. اوعك تهربي، راجع ما بطول.